التسجيل معايا يا جدعان عشان ما حدش يتكلم. لو دورت على ميون كومبلكس في السيرم هلاقي كومبلكسات في السيرم هي كانها هايبر سبيسيفيك 3 سبيسيفيك. انت حاسس الان الحاجات دي كلها ما جاتش سبيسيفيك. ايه بقى السبيسيفيك؟ لو سمحت دور على سبيسيفيك اي جي. يعني مثلا عندنا سيستميك لوبس ما حدش يفهم الكلام ده. دول حاجه اسمها انتي دي ان اي انتي دبل ستراند دي ان اي ما حدش يفهم الكلام ده. السبيسيفيك انتيبوليا ما بيتكونش الا في السيستميك لوبس. فلما ادور عليه والاقيه كده شخصت السيستميك لوبس. طيب لو سمحت خد تيشو بايوبسي بص على الباثولوجي اللي موجود اللي احنا قلناها قبل كده. ولما الاقي كومبلكس معين موجود اقدر اقول هل ده يمشي مع حاله معينه اوتو دي ولا ما يمشيش. يعني لو كده خد تيشو بايوبسي من جميع انحاء الجسم. اخيرا دور بطريقه كده مش عليكم اسمها الانفوسايت انفلتريشن ديتكشن. هي بتشو بايوبسي برضه اخد بايوبسي بس المره دي مش هضيع الكومبلكس ادور على الانفوسايت. كاني بشخص هايبر سنسيتيفيتي تايب 3 وكاني بشخص هايبر سنسيتيفيتي تايب 4. ما هي الميكانيزم اوتو اميون ديزيز تايب 2 تايب 3 تايب 4. ادور على الميكانيزم اللي عمل المرض ده قول اعرف عنه. توفرت الميكانيزم يبقى المرض موجود. ما توفرتش لا يبقى نراجع نفسنا كده. العيان الحمد لله طلع ان هو عنده اوتوميون ديزيز وعايزين نعالجه. اشهر طبعا مرض اوتوميون هنعرفه وهيعدي علينا في حياتنا اسمه سيستم لوبس. مرض كده بالحمد اللي بضمن صفاته انه وش ان في كده احمرار معين بطريقه معينه. هناخد تفاصيل ان شاء الله دي بعد كده نظام. علاجنا ايه هو؟ والله انت عندك انفلاماتوري ميديتورز وعندك مناعه شغاله بجنون فادي انتي انفلاماتوري يهبط الانفلاماتوري ميديتورز. وفي نفس الوقت ادي اميون سبريسيف ايجنت تخلي المناعه اهدى. طب انا عندي اميون سبريسيف ايجنت والانتي انفلاماتوري في عندي منهم نوعين عارفينهم انتوا في الفارما. في حاجه اسمها نون ستيرويدال خدتوا حاجه اسمها نون ستيرويدال هو زي النظايف نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري زي الاسبرين او السيرزيت. وعندي ستيرويدال يعني كورتيكو ستيرويد. طبعا مين اقوى كاميون سبريشن؟ طبعا. طب عندي ادويه بناخدها ودي اعلى وبنخليها في الاخر بتقلل المناعه بس للاسف من ضمن عيوبها انها سايتوكين يعني بتموت. كده في سايد افكت بقى اللي هم ايه؟ اللي هم حاجه اسمها الميتوبريسيت. في طريقه ثانيه اغسل البلازما بتكون انجن انتيبودي كومبلكس ماشيين في البلازما بلازما فارست. اعمل ايه دي؟ اعملها ازاي؟ شيل البلازما بتاعت العيان صفيها من الكومبلكسات الموجوده رجعها له تاني نظيفه ما فيهاش كومبلكسات. ده بشرط اذا كان الميكانيزم طبعا رقم ثلاثه. دي ما تنفعش في كل الاحوال. في سبيسيفيك ميجرز. في حاله اسمها اي تي بي. اسمها اي تي بي. عندنا غلطه هنا اسمها اي تي تي بي. يعني ايديوباثيك ثرومبوسايتوبينيك فيربرا. كلمة فيربرا سطح جلد لونه احمر وهو اكشوالي عبارة عن نزيف تحت الجلد. السبب في نقص الصفائح الدموية
معلوم السبب، لانه الناس بتفوت ميون. المرض بلاه ان في انتجن انتيبودي كومبلكس، بس المره دي الانتيبودي بيروح يهاجم انتجن معين على البليتلتس. كلامنا مين حتى انا راح على خالص، يروحوا رايحين على حاجه اسمها الاسبرين. الاسبرين ده سبحان الله جدا عجيب، لما تكبروا شويه تلاقي تقريبا ملوش وظايف مهمه في جسمنا قوي، مش زي الليفر، مش زي البرين، مش زي الهارت، مش زي الكدني. بس من ضمن وظايفه العجيبه انه بيصفي اي انتجن انتيبودي كومبلكس. الوظيفه مهمه، طبعا لو عندي اثنين الاثنين عاديين ايوه ماشيين في السيركيوليشن ممكن يحصل لهم ديبوزيشن. مين بيرجع ديبوزيشن؟ مين بيخلصني منهم؟ مين بيكسرهم؟ الاسبرين. طيب بس الاسبرين ما بيميزش، هل الخناقه دي بالانتيجين بتاعي مع انتي بودي بتاعي، ولا هو انتيجين غريب عني مع انتي بودي بتاعي؟ يعني الميس اللي كان الكومبلكس ده في سلف انتيجين ولا في نون سلف انتيجين؟ خلاص حلو، جاله كومبلكس هيكسره. فهنا الصفائح الدمويه البليتلتس في انتي بودي بيهاجمها، ده المرض. اوتوميون ديزيز طبعا يروح رايحين على الاسبرين يكسره، يروح على الاسبرين يكسره. طبعا مور البوم مره عمال يعوض يطلع، بس كل ما يطلع يتكسر، كل ما يطلع يتكسر. واحده من ضمن خطوات العلاج بنخليها في الاخر اذا ما ينفعش الحاجات الاولانيه دي، انا ما ينفعش بلازما فلس لان الكومبلكس بتاعك ليه، بشيل الاسبرين. المصفى اللي بتكسر فيها شرط، ووظايف الباقي يا دكتور هستعيد عنها طبعا. يعني طب احنا خدنا حاجه اسمها مولوكولار مايميكري. ايوه مولوكولار مايميكري، كان مين قلت انا مع مين؟ اشهر مثال لما اقول لك انا ستريبت ام بروتين بتاع الستريبت بايوجينز ده بيتلخبط مع مين؟ مع كارديك مايوسين يعني. طيب كويس خالص. تعمل حاجه اسمها روماتيك فيفر. روماتيك فيفر دي انا كده عايز اقنعها ولا عايزها معايا؟ يعني العيان كل ما يجيله ستريبت انفكشن، كل ما يجيله لوز هيجيله روماتيك فيفر. اشمعنى؟ هو كل ما يشوف ام بروتين انتي بودي هيتكون، فالانتي بودي يضرب مين في السكه؟ الهارت. انتي بودي يتكون ويضرب مين في السكه؟ الهارت. قالوا لا مش عايزين دي، تعمل ايه يعني؟ هعمل حاجه خدناها في الكيمو بروفيلاكسز قبل كده في الانتي مايكروبيال، بدي حاجه اسمها بنسلين طويل المفعول يشتغل فاير وول. فاير وول يعني ايه؟ كل شهر جيب العيان اقول له تعالى اديك حاجه اسمها لوند اكتن اسمه لوند اكتن. اشمعنى يا دكتور؟ عشان سعادتك ما يجيلكش اصلا ستريبت انفكشن. فالام بروتين المناعه بتاعتنا ما تشوفوش من الاصل، واذا ما شفتوش فالانتي بودي مش هيتكون، فالانتي بودي بما انه ما تكونش مفيش حاجه تحصل للهارت. كده بمنع الروماتيك. طبعا دي اساليب خاصه بتتحط ايضا للمنع اذا كانت تسلل او فعلا العلاج اذا كانت سبايلكتومي لحد الاي تي بي. هنطلع بجمله صغيره خالص في نهايه الدرس بتاعنا النهارده. تفتكروا هل في مرض اوتو ايميون اللي احنا حكيناه العيان يبقى عنده مثلا سيستم جلوت خليه علاج كنت بقول لك رقم؟ ده كان عندي زمان سيستم جلوت الحمد لله زي الفل. ده كان في حاجه اسمها كده والله اللي خلى الجلوت يتكون مره يخليه يتكون ثاني مره. انا كل اللي بعمله ايه؟ بعمل كنترول للاداء. عشان كده عندنا جمله صح وغلط مشهوره، اوتو ايميون ديزيز از توتالي كيورابل. يعني ايه كيرابل؟ اقدر اخليها تخف خالص، يحصل لي شفاء كامل منها؟ لا. امال ايه؟ كنترولبل، اتحكم فيها. طول ما انا بدي الادويه ما يحصلش، وقف الادويه يحصل من جديد. فانا بمنعها او بتحكم فيها عن طريق ان انا بدي الادويه بتاعتها. كده خلصنا شابتر 19 وهو القبض الاخير نير اند. نخش ان شاء الله على شابتر 20 بتنزل. هو ده مش هيبدا ولا ايه؟
طبعا
كل كام يوم كده بتاع مش حاطط كلماتوت كمان
هعتبر نفسي احسن من كده. البره بلا يومين بره 15 خالص، ولو اتزنقت في الجدول هروح جاي هيخلي البره دايما اخر حاجه تنزل في اليوم. اتزنقت وما خدتش مش بس المهم البلو والباثولوجي القديم والماء والفارما والميت. انا 16 17 و 19 10 بيت ما تذكروش خالص، والهايبر سنسيتيفيتي تايب 4 دول لسه ما فتحتهمش، فالمفروض افتحهم النهارده الصبح ولا من 4 ساعات ممكن اخلص انا مذكرها من يوم الجمعه ما بتنامش بقى ما انا بعمل كده بنام انا بذاكر والله العظيم مش عارف انا والله مش عارف بجد اعمل ايه Gracias.
ازازه البوست الناس كلها بلاش كده انا اخر مثلا اكتب جملتين من بتاع البوست كامل طب مش عارف اكمل ازاي مش عارف ممكن اكمل الكلام ده على طول عشان مش عارف بتاعه عندك اللي انا كاتبها هي لا لا والله ده انا بحبك يا اخي ما بتكتب عربي بحس ان الاكونت اتهكر بفضل شويه استوعب ان هو نسيت الناس اللي كاتب بفتكر حد تاني بعدين برجع ايه ده هو ده كاتب عربي لا ولا الناس مثلا او حاجه كده ايه ده فين العمر ده زي طارق لو الناس البوست من غير بطريق برضه او الايموشن ده كان نفس الكلام محمد ده ولا نزلوا روح ذاكر لما تقعد ماشي روح ذاكر دايما لا حس هو احنا هنعمل الكلام ده ولا انتوا مسكتين ليه؟ كبر شوية صلى بالك كبر شوية
انهي انفكشن هينتشر قوي قوي؟ ها انتراسيلولار ولا اكستراسيلولار؟ الاندوجينس ولا الاكستراسيلولار؟ اكيد الاندوجينس. الاكستراسيلولار من تبعي، لكن هو هيبقى مين الانتراسيلولار؟ نعرف معلومه صغيره، الفيروسز والفانجاي بتبقى انتراسيلولار، انما البكتيريا بتبقى اكستراسيلولار. لما يعدي علينا مرض ويقول لي ان هو اكس لينك ويقول لي والريسيسيف، اكسلنت ريليت معناها مرتبطه، ادي كلمه اكسلنت او بيسميها سيكسلنت، ريسيسيف معناها متنحي. طب يعني ايه الجمله دي؟ بص يا كابتن، الميل عنده اكس واي، الفيميل عندها اكس اكس، متفق على كده. الجين المصاب بما انه الرسب يعني متنحي ما يعبرش عن نفسه الا لو موجود لوحده او موجود الاثنين مع بعض في الجينين. يعني الميل لانه ما عندوش اكس تاني، ده الجين الاحمر، ده الجين المصاب المعين اللي بيؤدي المرض، موجود على الاكس كروموزوم في الميل. هو الواي يحمل اي كروموزومات بالنسبه لكم؟ لا طبعا، مش اي حاجه خالص. فوجود جين واحد بس معيوب ايكوفالنت كان الجسم هيبقى كله معيوب، صح؟ ما هو واحد ومفيش اكس تاني يرد عليه. طب هنا ده جين متنحي ار صغيره، الناحيه الثانيه في جين ثاني سيد اللي هو سليم، سليم لا يبقى السياده هنا لمين؟ للسليم. طب عشان البنت تبقى متاثره لازم يكون عندها اثنين متنحيين، هل ده متاح؟ لا طبعا مش متاح، لان معنى كده ان ابوها وامها جايبه لبس من ابوها ولبس من امها، ابوها كان ديزيز افكتد وامها كانت كارير او ديزيز هي اخرى، وتبقى بقى حالتها كانت ايه؟ الامراض دي كلها اللي هناخدها مع السكندري برايمري، الامراض دي كلها هي اللي هنهرس بقى. السندرومات دي في الغالب الاطفال بتوعها ما بيكملوش في عمرهم اكتر من سنه زمان، بيموتوا كلهم. ما هي مناعه مضروبه، هيكمل ازاي؟ هيقاوم انفكشن ازاي؟ برضه قبل ما ابدا، النيونيت اللي لسه مولود، هل السندرومات دي بتبان عليه؟ لا 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 استنى استنى استنى، هو مين اللي ما يبانش عليه؟ البي سيد افكت ولا التي سيد افكت؟ البي صح. انا جايب اي جي جي من امي معدي ترانس بلاسينتا بس مش جايب تي، فعشان كده لو انا عندي بي سيد افكت مش هيبان الا عنده عمر معين، كام شهر؟ شوف معاد الاي جي هتبقى الا ده معاد ان هو يظهر المرض. لما يوم انا مطلوب مني ان انا اكون مناعه مش عندي هيحصل مرض، انما التي سيل بتبقى باب من امتى؟ من اول، انا ما عنديش تي سيل انا اللي هرد، عشان كده التي سيل بتبقى باب من اول يوم، انما البي بيختلف في مواعيد ظهوره. نبدا، المناعه بتاعتنا كانت سلاحين، جيشين، جيش اسمه الانيت وجيش اسمه الاكواير. الجيش اللي اسمه الانيت عباره عن الفاجوسايت وبيساعدوا معاه الكومبني. الفاجوسايت ممكن يحصل فيها ديفيشنسي ايضا في الكميه فيسموها ليكوبينيا، نيوتروبينيا، خدنا الكلام ده. كلمه بينيا معناها نقص عدد. او كواليتي، العدد مظبوط. لكن المشكله ان هي مش شغاله، طب انت وظيفتك ايه يا فاجوسايت؟ انا وظيفتي فاجوسايتوزس. وظيفتك فاجوسايتوزس؟ ايوه. في مرض اسمه شيديا هيجاشي سندروم، بدأنا في الاسماء. وده اساس الـ MCQ بالشطر ده كلها اسماء. شيديا هيجاشي سندروم، الحته دي صعبه عليك تذاكر. النهارده، بكره، قريب، بعد ما نسمعها. عشان هنساها ونراجعها تاني ان شاء الله في ساعه الامتحان. شيديا هيجاشي سندروم ما تنساش، شيديا كيموتاكسيس. ديفيشنسي او ديفكت في الشيموتاكسيس. يعني ايه ديفكت في الشيموتاكسيس؟ يعني الفاجوسايت واقفه هناك، تعالي في عندنا انفلاميشن هنا، تعالي مش عارف ايه. فديفكت في الشيموتاكسيس. يتميز الحاجة ان هي عندها البنز معناها انتوا عارفين اللون بتاعها بيبقى عندي حاجه اسمها كرونيك جرانيولوميتس ديزيز، ده عباره عن ديفكت في الكلين. خلي بالك تعالي فيه ازاي بتلزق، احنا خطوات الفتحه دول ايه هي؟ كيموتاكسيس، بعد كده تعمل ادهيجن، بعد كده تعمل انجلفمنت، ثم تعمل كلين. كل الخطوات مظبوطه مع اخر خطوه اللي هي الكلين. فكويس احنا حجبنا الاورجانيزم بلعناه هو الفاجوسايت، حلو خالص. بس الفاجوسايت ما عرفتش تموته، فالاورجانيزم عايش جواه، هيعيش لفتره طويلة، عشان كده هو كرونيك. ويكون جرانيولوما فورميشن، فيبقى اسمه كرونيك جرانيولوما.
طبعا ده الفيكتف مين؟ لان وده عندك كيس عندك اسمه ليكوسايت ادهيجن ديفكت. واضح ان من اسمه بقى ديفكت موجود فين؟ في الادهيجن. طيب اللات سندروم اللي هو ديفكت في الادهيجن ده هيعمل ايه؟ بينزودها بيعمل انفلاميشن وده القص. هي مش عارفه تلزق بما انها مش عارفه تلزق مش عارفه تشتغل مش عارفه تشتغل فمش هتبقى هتموت. ما هو البص طلع عباره عن ضد بداوت بص مش هلاقي فيه بص طبيعي ان الاقي بص اي انفلاميشن فيه بص. طيب واحده من ضمن الحالات اللي هنلاقيها ان شاء الله هيقول لك طفل اتولد لسه مولود عنده الامبليكال كورد ستامب. احنا كلنا اتولدنا عندنا حاجه اسمها امبليكال كورد ستامب. بص كده من امبليكال كورد لازق فينا لا هو اتكمل بعد كده وتشال وبعد كده او وقع يعني لوحده وبقى مين اللي شاله؟ هي الفاجوسايت. جايه كده عند الاسطم من تحت ده لمبات الكورد الاسطم دي الصوره المفروض ده البطن وهنا المشمك احنا قطعنا اول بطنه. طيب اللي بيحصل ايه بقى؟ الفاجوسايت بتيجي تاكل في البيض تاكل في البيض. طب هي عشان تاكل لازم تعمل ايه؟ فالواد اللي عنده لاد ممكن اكتشفه واشك فيه عن طريق ان الاقي لمبات الكورد الاسطم وقع بدري ولا اتاخر في النيران. هي موجودة مش موجودة؟ هي موجودة بس مش شغالة كويس. مش شغالة كويس فلاقي ان في ديفكت عبارة عن ان الامبليكال كورد ستامب ما بيقعش في ميعاده. طب امتى ميعاده؟ اسبوعين ثلاث اسابيع. ده يقعد لغاية 45 يوم ما بيقعش. تاني بنتولد عندنا حاجة اسمها الامبليكال كورد ستامب جزء من الحبل السري بقايا. احنا قصينا مش عارفين نوصل للاخر. سبحان الله الامبليكال كورد ستامب ده بيقع لوحده. مين اللي وقعه؟ الميكانيزم ايه؟ هي الفاجوسايت تيجي تاكله من تحت عشان يتكون بعد كده الامبليكا. طب الفاجوسايت موجوده لكن مش شغاله عن طريق ان هي مش عارفه تعرف مش عارفه تعمل ادهيجن مش عارفه تلزق فالديفكت في الادهيجن. فلاقي ان الامبليكا كل ستامب بيطول شويه ودي كيس عشان كده اتكلمنا عليها مع انه مش شغال فيها حاجه. انا صراحه مضطر مش شارح حاجه خالص في السندرومات ومع ذلك بيسال كانكم ما شاء الله اساتذه وخبراء نعم؟ حسين قبل كده كان في كيسز؟ لا بس انتوا في كل حاجه في كل حاجه عندكم فيها فما عنديش احتمال خالص للمغامره. احنا على فكره اخر حاجه هنعملها المفروض نحل امتحان السنه اللي فاتت بس ما نقولش امتحان السنه اللي فاتت امتحان احنا اول سنه قال لنا ان الكتاب اللي ماشيين عليه اخر الترم ما عادش كتاب سنه. فالامتحان كل السنه اللي فاتت قال نفس الكلام وكان الكتاب موجود وكل حاجه وخرجت بثلاث جمل. ثلاث جمل كانوا من الترم الثاني و200 من الترم الثاني فما عادش كتابين و200 من الترم الثاني جمله واحده راح تلعب فيها بسرعه مختلفه. غلط بس ده كان فاحنا برضه احنا عندنا رموز سهله هو الامتحان بيبقى سهل عايز ده يبقى سهل جمله كده في الامتحان مش انت بذلت جهد ترم كامل تضيعه في اخر يومين زي ما تنسنيش ضم الشيء اهم من الشيء يعني متنحيه حسب
نقص كومبل من 3. كان عندي كومبل محوري الكومبل ده رقم 3. طب ده مش موجود. 1 4 2 فلور اكتيفيشن 5 قاعد مستني ده مش موجود. معنى كده مش هيتكون الحاجه اللي بتموت البكتيريا. معنى كده الانفكشن مش هتخلص منه بسرعه. فالانفكشن يبقى اكتر من اللازم يبقى ريكرنس. طب كومبل ده يعمل ايه كده؟ حاجه هناخدها ان شاء الله في السيريا باذن الله. نعرف ان شاء الله في الباثولوجي بتاعها باذن الله الترم الثاني في الدرس الثالث. نحن محتاجين كومبل من 5 الى 9. احنا هنكتب 9. هو اكشوالي فكرت حاجه احنا قلنا من 5 ل 6 ل 7 دول اكتيفيت ول 8 و 6 انا عايز كمان 9 فكلهم على بعضيهم اسمهم ماك وان كان اكشوالي شغال منهم هو 8 9. فعندي نقص 5 و 8. 9 شغال زي الفل وموجود في الحاله دي بس للاسف الاكتيفيتو بتاعه مش موجود ناقص. فده يؤدي الى ريكارنت نيسيريا انفكشن. النيسيريا دي بتعمل التهاب سحائي في نوع منها بيعمل التهاب سحائي ونوع من الثاني منها بيعمل حاجه اسمها سيلان مرض ينتقل عن طريق الناس. ان شاء الله اخر واحد ناقص حاجه تانية خالص مختلفه عشان كده غيرت اللون فيها. ناقص حاجه اسمها سي 1 انجيلي. هو لو تنسوا ان الكومبلمنت مش طبيعي ان هو يكون اكتف. هو دايما كان ايه؟ ان اكتف. كان لازم يحصل له اكتيفيشن. حلو هو ان اكتف بيحصل له اكتيفيشن. طب احنا في الكلاسيكال باث واي كان انجل انتي بودي كومبلكس كان بيحفز كومبل كام؟ واحد اللي كان اسمه جوش ده واحد من ثلاثه يو اس. حلو قوي. طيب فكان سي 1 كيو بما انه الاول كان له انهبيتور عشان اوقف الكلاسيكال من اول فكان انهبيتور او ريجوليشن اوف كومبلمنت. كويس ده في اخر سطح خالص. سي 1 كيو او سي 1 انهبيتور على بعضيه مش موجود. معنى كده ان سي 1 اكتف بزياده. طبعا سي 1 ده مفتاح اللعب. اذا بقى اكتف مع نفسه كده فكل الكاسكيد اكتف. فكونا الماك. الماك ده يعمل ايه؟ احنا قلنا الكومبلمنت لو مفيش حاجه يكسرها غريبه يتم في دماغه. فيبدا يكسر الكابيلاريز بتاعتي. فيروح يكسر الكابيلاريز اسمها انجيو. انجيو يعني ضد ولما يكسرها يزيد البرميابيلتي ويحصل اديما في التيشوز فيحصل معاها حاجه اسمها مرض اسمه الانجيو ديما. هيريديتري يعني موروث. ده اسمه الكومبلمنت ديفيشنسي. اكواير ناقص التي سيل او البي سيل الكومباين. التي سيل لما تنقص طبعا يزيد الفكشن انتراسيلول. على فكره التي سيل ما بتجيش ابدا لوحدها التي قائد فلازم هيجي معاها البي سيل والاذر سيلز كمان. هو السبيكتيف ايه هنا؟ طيب عندي اثنين سندروم هنعرفهم كده كلمه ونص. عندي سندروم اسمه داجور سندروم اكتب جنبيه ده عباره عن هايبو باراثيرويديزم. هايبو باراثيرويديزم هايبو باراثيرويديزم يعني هايبو كالسيميا نقص الكالسيوم نقص الكالسيوم. مع تايميك ابليزيا. الحاجتين هايبو باراثيرويديزم يعني ناقص الكالسيوم مع تايميك ابليزيا. عندي سندروم تاني من اسمه كلمة ونص اسمه كرونيك ميوكوتينيوس كاندليز. واضح ان ده بينتشر في ايه؟ البي سيل. البي سيل بينتشر فيها بكتيريا الانفكشن. البي سيل بتبقى نورمال فيها. اول سندروم اسمه بروتون سندروم ده عبارة عن اكس لينك. فاللي مش فاهم يكتب جنبها في الميل. اكسلنت هايبو جاما جلوبينيميا نقص فيه تكوين الانتيجين. طب عندي حاله مرضيه ثانيه اكسلنت هايبو جاما جلوبينيميا معناها نقص في تكوين الانتيجين. ما هو الجاما
اسمها ترانزيانت هايبوجاموجلوبينيميا. خلي بالكوا ترانزيانت دي يعني ايه؟ يعني مؤقته بتتعالج لوحدها من غير ما اعمل حاجه. وعندي اختها اسمها ليت اونست، عندي ترانزيانت ليت اونست، ليت اونست دي بتظهر متاخر شويه. اخر اثنين على فكره واحد واثنين وثلاثه اي حاجه تقل اي جي ال اي جي بي ال اي جي بي ال اي اي جي، لكن عندي رقم اربعه سيلكتيف اي جي ديفيشنسي، واحد بس اللي هينقص مش الكل. اشهرهم الاي جي اي. حد يعرف يقول لي لما الاي جي اي يقل ايه اللي هيكتشف ده؟ خلاص شوف وظيفته ايه بس. والله ان وظيفتك ما تجيش يا تيم ونسبته في كود اي دوك عشان تشهر اسمها انفكشن وجي اي. عندنا سندروم اسمه هايبر اي جي ام سندروم، يعني المناعه ما بتكونش الا اي جي ام بس. مين شاطر وياخد 5 جنيه يقول لي ايه؟ سويتش سكند انفكشن. عشان الراجل ده قالها معايا، معلش احنا جامده جدا. واضح ان في ناس طبعا هتفتكر تاخدها مني اخر حصه ولا ابعتها لك؟ مع هايبر اي جي ام سندروم. خمسه سندروم بتوع البي سيل اللي بينتشر فيها بكتيريا انفكشن، مش لازم التيتو بافكت، البي سيل افكتد لوحدها. خلي بالك ان هي الرتبه اصغر من التي، ما حدش بيلحق التي في حاجه، عشان كده هنا التي سيل نورمال. الكومباين عندي سندروم اسمه سي فير كومبايند اميون ديفيشنسي، ينتشر فيه بكتيريا، ينتشر فيه فيروس، ينتشر فيه بروتوزوا، كله ينتشر مع كومبايند. Combined immune deficiency. في سندروم تاني اسمه ويسكت، في ناس بتنطقه ويسكت. ويسكت ادراس سندروم، فلما تسمعها ويسكت صح، لما تسمعها ويسكت صح. ده عبارة عن combined immune deficiency T مع B زائد نقص الصفائح الدموية في الثرومبوسيتوبينيا. والعيان زيادة عنده اكزيما. سندروم اسمه اتاكسيا. اكزيما التهاب. سندروم تاني اسمه اتاكسيا تيلانجيكيزيا، معلش هنا الاسماء كلها سندرومات وكلمه ونص على كل واحد. اتاكسيا تيلانجيكيزيا، كلمه تيلي يعني بعيد، انجيو يعني بلاد بيزل، اكتيزيا معناها دايلاتيشن. فده عباره عن نقص في التي والبي ومعاها اتاكسيا. ايه اتاكسيا دي؟ اتاكسيا ان حصل فيه سيريبيلر زائد دايلاتيشن في البريفرال او الديستال بلاد فيزل زي السكرين. سندروم اسمه الفار سندروم، خلي بالك انا عندي بروتون ده بتاع البي وعندي بار ده كومباين بي مع بي. فار سندروم ده نقص في الام اتش سي 2 مع نقص في الام اتش سي 1 احتمال اوبس. كده خلصنا كل ما هو اسمه برايمري، بقى اسم تاني اسمها كونجينيتال. طب هاي الاميون ديفيشنسي ليها سبب تاني؟ ان يا عم مولود زي الفل. اشمعنى لما رفعت كلنا جربنا التجربه دي؟ ازاي رفعت تعبانين في البرد؟ اخبارنا ايه؟ تعبان ومناك ضعيف طبعا. مش ناقص حد يقرب مني، واي حد يقرب مني بعدوى على طول باخدها. بيسموها اكوايرد اميون ديفيشنسي، سكند اميون ديفيشنسي. انا مش متغذي كويس، افترض كده انا مش متغذي كويس فمش باكل كويس. على فكره مش معنى ان الحد يكون ضخم معناه ان انا كويس. انا هقف وصايه ولا هقف لكن احنا مصدر الادمه كامله كربوهيدرات لازم.
السكر بتاعنا اللي هو الابيض ده ناخد حاجه فيها ستارش بطاطس مثلا يعني كل واحد له اسمه بقى Gracias.
التغيير من كتاب العمل. رجعوا حلقة كويس. هل تكونوا كتاب العمل؟ لا معلش كده انا تلغوا اخر اربع صفحات. لا معلش كده لو سمحت بس لبس الصفحه. لا معلش يعني ايه مش فاهم يعني شفت الصفحه كلها معانا child.
machines will present the most serious threat to this child. The captain. أني infection هيعمل مشكلة. بكتيريا ولا فيروس؟ بكتيريا. فأنا هعدي على infections كلها أكتر ما هو بكتيريا. طيب it means sense the virus. المامبس the virus. رقم دي اللي هو اسمه فاريسيلا the virus. مش بيلي غير الكلمية الكومس اللي ما نعرفهاش. In a child with severe combined immune deficiency, the most important complication of the عندنا كيسة طبعا. قالك بيبي نيونيت عمره 45 يوم.